كل شبر من هذه الأرض الطاهرة شاهد على معارك وبطولات إبان ثورة نوفمبر الخالدة، أرض سقيت بدماء رجال كافحوا من أجل أن تحيا الجزائر حرة أبية ومستقلة. ومن بين القصص التي تروى وتستحق أن تسجل وتحفظ قصة الشهيد أحمد مسامح ببلدية بوزينة ولاية باتنة. من مواليد الفاتح أكتوبر عام 1919 بقرية تاجوست بذات البلدية، عاش هنا في هذا البيت وحفظ القرآن الكريم ودرس في المدارس الفرنسية وشارك في الحرب العالمية الثانية. التحق أحمد بالجهاد وتقلد مناصب عديدة، ألقي عليه القبض وسجن بأحد سجون الاستعمار، وبعدها وضع في الإقامة الجبرية محاطا بما يسمون القومية. إخواني لا تساووا شهداءكم، هم ضحوا لحياة البلاد. معارك عديدة شارك فيها الشهيد أحمد مسامح رفقة إخوانه في الكفاح، كما عركة وقعت في أعالي هذه الجبال يرويها لنا مسعود بومعرف رفيق الشهيد. بعدنا العشاء كتيبة بزاف تعشينا لهيه، وكي تعشينا تفارقنا كل واحد راح لخدمته، احنا والحاج مسامح طلعنا عندنا شجرة كبيرة نرقدو تم فوق البلاصة هذيك وين تعشينا. لقيتنا تما الصباح ضحكتنا بها على حالك، الصباح قال لي نوض كاش ما تشوف، ما قاليش العسكر وهذا. كي نوض لقيت العسكر في البلاصة وين تعشينا. وصلوكم؟ وصلونا هي لتحت وحنايا الفوق شوية. شوية طلع النهار حكموا أهلين، حكموا اللي حوطوا في الشجر وحوطوا في الغيران. المهم طلعوا الفوق، طلعوا على جبل بنفرح من هي. كي طلعوا من هي قعدوا مدة، جاوا راجعين. قلنا للحجر حنا العسكر ورجع روحوا. قال لها ما يهموناش قعدوا ولاو دايرين أهلين هكذا يحوطوا شجرة. وبلاصه بلاصه وكي شافهم دهمونا قال ما تضربوش حتى نضربنا. جاو كي شافهم دهمونا لحقونا واحد هذا البياسه ندارها منه ودار الكرتوش هذاك منا واللي صار دور تاع البياسه والكادر تاع البياسه وكل مسمينه. هو الشجره عندها زوج عراف كما هكا، هو كان واقف وحنا في فم الارض. قال ما تربوش حتى نضرب. لحق هذاك فوق الشجرة فوق الحجرة تكلم البارود، حتى لو كان يشوف يتولى يلقانا فوق تحت الشجرة. تكلم البارود تكلم مع بعضها، احنا كلنا موجودين. كي تكلم البارود تكلم مع بعضها، ضربناهم تاع هذاك مول البياسة تاع دماغه هاك. المهم تحنا ضربنا واحد كل واحد واش ضرب كرتوش. شحال كنتو؟ كنا في ربعة ولا خمسة هكذا. والعسكر تاع فرنسا كانوا في بزاف. في بزاف حكموا علينا الجبل هذاك، وكل حد داروا هكا يحوسوا الزر. يحوسوا في الزر. المهم كي ضربناهم نض الدخان الغبار من تحت الارض، خاطر احنا ضربنا على الارض كنا راكدين هكا على الارض شنو نرقدوا. وغير الحاج مسامح كان بالوقفة على الشجرة هذيك. ضربنا ثلاثة أربعة كراتش، ضربنا هذوك اللي كانوا روحنا. معركة أخرى شاهدة على نضال الأشاوس من المجاهدين ضد المستعمر الفرنسي، هذه المرة أصيب فيها الشهيد مسامح واستشهد فيها اثنان من رفاقه. نجله إبراهيم يحكي تفاصيلها. هما مع العشية هبطوا من الجبل هذا، جاوا بيتي كانوا البحير اللي هنا وقت كان في قوس قدر الحوسوية. كيفاتوا منا باش يقطعوا الطريق، قبل ما يقطعوا الطريق جاوا الكمين هابطين ولاو بحذا الحيط، لكن من بعد حبسوا لهنا العسكر. كي كشفوهم بدا الضرب. عندك يحكي فرنا الله يرحمه، قال واحد بلا كرابين
هبط بحدا الروضة يضرب فينا من تن، قال كي قتلوا الشايب هذيك الساعات لقينا فرصة هربنا. قال لي أنا تبليسيت، بعد تبليسيت من رجلي وهو تبليسة من الكتف، زوج من الجماعة رجعوا باش يطلعوا منين جينا، استشهدوا في الواد، وواحد قال له محمد ولا قطع الكودية اللي مقابلة منها، قاعد يدافع كي شافنا يسمى نجحنا من هيه حتى هو السرب وخلاص تلقى الواد. وين تبليسه هنا يا بعد ولا هو التبليسه كي فات منا كي هرب منا على الواد بعد قبل ما يقطع الطريق تبليسه. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا، حرية غاياتنا، يحيى الوطن. كتب للبطل أحمد مسامح الاستشهاد في نفس شهر ميلاده 11 أكتوبر 1961 في اشتباك مع الجيش الفرنسي بمنطقة إيجلفن بأعالي بوزينا. تلك القرية من بعيد سجلت استشهاده مع رفيق آخر في الجهاد، وشاءت الأقدار أن يعيش رفيقه الآخر بومعرف أشاهد على لحظة استشهاده. كيف صارت الحكايه؟ كنا لهنا فوق الدسره هذيك نتاع برجل هاي تبع كنا لهيه وحنا في كتيبه بزاف الجيش. في الليل جابوا في النهار اللحم، درنا العشاء الشواء وكنا في الليل طلع مختار بزاي وبهلوا لي الراس زبل ولاو قال لك منعه هاي منعه كاميو بحدا خوه يكون البراسيون ما نعرف يكونوا منا في جبل بن فرح ولا في الجهه هذه. نوضنا على الصباح احنا شرفنا من هي الكوبتيرات بداو يحطوا لهي مايو نتاع البنان هذاك وصريت كل عسكر تاع منتن جاوا على رجليهم من هي مايو. هبطنا من هي ما خذوش راح هبطنا لتحت، طحنا في العسكر تاع منتن بدات الكوبتير تضربوا منا، احنا شفناه واحد القوم يعني اللي شفتو انا بنفسي راح نضربو قال لي بهلولين وكان تضربو يهلكونا. ما لا مشينا حكمنا الواد لكن واحد الفيراج في الفيراج طلعنا لاكريتا قلنا نطلعوا لاكريتا انا وياه نديفوندو على الجماعه. ما خرجنا من الواد ضربونا العسكر بداو التيارات يضربوا. إذا كانت الطيارة مش حال كانوا السوفر كانوا الكوحل كانوا الكوبتيرات وكل كاينين الكسافات الكسافة ضربناها سمارون فور صحيح جابوا هذاك إيه بيعه بيعه إيه. أما لا إحنا طلعنا للزبل ضربنا الكسافة هذيك والله ما زادت طلع دار تيرفاينا مليح هبطنا للبلاصة نلقاو سي عمرو والخضري سي أحمد مسامح ضد المسعود والدعاس وقالوا نحكموا واحد حي تلقوه من الكوبتر. هذو في ثلاثة استشهدوا هذو في ثلاثة لقيناهم ثم استشهدوا الفيراج مع الدورة ايه ثم بحذا مسامح ضربته من الكوبتيرة ماشي العسكر مسامح ضربوا العسكر بصح الاخرين الكوبتيرة اللي قتلتهم خاطر فسدتهم طول ومسامح لقيناه بالرصاص. إخواني لا تساووا شهداكم هم ضحوا لحياة البلاد. إخواني لا تساووا شهداكم هم ضحوا لحياة البلاد بالدموع والدماء وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد. أحمد مسامح يضاف إلى قائمة الشهداء عبر الوطن ويسجل اسمه في قائمة الأبطال الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. حرية غاياتنا يحيى الوطن.